إلهنا ما أعد لك مليك كل من ملك لبيك قد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نوع عينك عن تريد فته رحمن لشتك أها أها تا أهدا أحشى عشرة عشرة كرة مباشرة أحد عشرة أعبى عبس عبس وبى وبس وبسر وبسر كرة مباشرة عبس وبسر صبى صبر صبر وغفى وغفر وغفر كرة مباشرة صبر وغفر جعل جعل لك لك قراءة مباشرة جعل لك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Now I am going to speak about beautiful hadith قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى الصبح فهو في ذمة الله رواه مسلم The meaning of this hadith Prophet صلى الله عليه وسلم said A person who performs Salatul Fajr has a protection, reservation and care of Allah in this world in hereafter. Thank you. Jazakallah khair.